FM. الكلمة ليك مستر تك. مستر تك. مستر تك. مرحبا بكم في المستر تيك. اليوم عنا 6 أخبار دولي، مش شوية الأخبار، عنا بعضه برشا الأخبار ودجا بدقيقة بدقيقة قاعد انتبع دقيقة ودرجة افكتيفمون. دونك نبدأ بالأخبار الأولانية اللي أفريقيا دخلت في مرحلة جديدة من النمو، خاصة في مجال التكنولوجيا. حسب الإحصائيات أفريقيا قاعدة تشهد نمو بنسبة 30% في مجال الاتصالات والمعلومات. دونك المرة هذه والأول مرة في القارة السمراء بالتحديد من أوغندا، شركة كيرا موتورز اللي بعد جهد جهيد خلينا نقولوا تم صنع أول حافلة تخدم بالطاقة الشمسية اللي هي فولتايك بعد ما عرضوها قدام العموم في ترام تعفود في العاصمه الاوغنديه كامبالا. دونك الحافله هذه تخدم دو باتري تشارجيو بالطاقه الشمسيه واللي يخليوها تمشي بسرعه 50 كيلومتر في الساعه على اقصى تقدير. دونك السوم الاولي نتاعها يوصل 58 الف دولار بما يعادل 40000 يورو، يعني 82 مليون تونسيه. بالانجاز هذا نجم نقولوا ان القاره الافريقيه تنجم تولي عنصر هام في الطاقه المتجدده. بعد مدة من الكلام والإشاعات على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، اليوم الموقع التابع لشركة الفيسبوك يخلي المستخدمين نتاعو يستمتعوا اوبسيون جديدة اللي هي تنجم تستعمل أكثر من الكونت بالنسبة لوتيليزاتور الواحد. دونك هذا الكل كشفوا موقع انستغرام في بوبليكاسيون اوفيسيال، واللي الاوبسيون هذيا في طور تجريبي حسب معناها كيما الفيديو دو بروفيل نتاع الفيسبوك اللي مازالت في طور تجريبي. وديجا دخلنا كحلل المساجات. هو عنده برشا محلول المساجات، عن برشا ناس ما كاينش اللي هو مساجات على فكرة. دونك للمعلومة الشخص الواحد ينجم يستعمل على أكثر أقصى تقدير ماكسيموم 5 كونت. سمع بيت مغروم على فكرة. دونك الأوبسيون هذه ما تولي موجودة كان في الميزاجور 7.15 متاع انستغرام اللي باش تكون موجودة في الإيوس والأندرويد. كشف الرئيس الامريكي باراك اوباما نهار الاحد في مقابله تلفزيونيه مع قناه سي بي اس الامريكيه انه الاقامه في البيت الابيض كما عندها ايجابيات عندها سلبيات، ومنها الدي بي نتاع الواي فاي. دونك مالغري انه البيت الابيض تاريخيا عنده 200 سنه وهو رمز للدوله الامريكيه، من المفروض انه الانترنت يكون اقوى وحده في امريكا، الا انه اوباما حكى على الكونيكسيون في اطار نصائحه للرئيس الامريكي الجاي. المشكله هذه تغشوا منها بنات اوباما اكثر من مره. برشا مصادر حكيت على انه شركه جوجل دخلت على مشروع الكاسك جديده رياليتي فيرتوال. دونك الكاسك هذه من نوع الجير في ار، هكا تنجموا نقولوا ان جوجل دخلت في كونكورنس مع شركه كبيره عملت الكاسك هذه كيما سامسونج والسوني. دونك الحاجه الباهيه ان الكاسك هذه باش تكون سوليد واكسح برشا من الاخرين، ولا في جاج نتاعها باش يكون بكاليتي احسن. دونك الاعلان الرسمي باش يكون في مؤتمر لمطورين جوجل اي او لسنه 2016. حسب المواقع العالمية المختصة شبكة التواصل الاجتماعي تويتر باش تبدأ تعمل في انتجراسيون تاع اوبسيون جديدة ماهيش موجودة في تويتر لكن موجودة في الفيسبوك. دونك هي تو سامبلومون تتمثل في الانتجراسيون تاع الانفو بالنسبة للوتيليزاتور اللي موجود على تويتر. للمعلومة تويتر مخصص سباس صغير برشا بالنسبة للمعلومات اللي خاصة بالناس اللي قاعدة تستخدم في الموقع هذايا. دونك توا المغرد الأزرق قاعد يعمل في تضحك المغرد الأزرق هو مغرد تويتر. دونك قاعد يعمل برشا على المهندسين نتاعو باش يقوموا بخطوه هذه باش يقربوا اكثر للمستخدمين. اخيرا نحكيوا على اليوم الانترنت اكثر امانا اللي هو بما يسميوه السيفر انترنت داي، هو حدث عالمي يتم تنظيمه عبر الشبكه الاوروبيه ان سيف ان هوب لفائده المفاوضيه الاوروبيه كل عام. دونك الموعد هذايا كل نهار 2/3 من شهر فيفري يهدف الى نشر الانترنت اللي الباهيه وبكاليتي اقوى برشا بالنسبه للجنس. دونك سيفر انترنت داي هو يتعدد برشا بالنسبه للسرعه خاصه في القاره الاوروبيه اللي يشمل اكثر من 70 دوله ليصبح هو معنا بطبيعته موعد معاش نجم يتفلتوا فيه خاصة في مجال التثقيف الرقمي والنظم الحماية المعلوماتية. دونك اللي ترى هذايا بمناسبة الانترنت هذايا الأكثر أمانا في العام هذا. جوجل تقدم مساحة متاع 2 جيجا بايت زايدين بالنسبة للناس اللي عندهم جيميل وإلا إنبوكس وإلا حتى الجوجل درايف. دونك 2 جيجا أخرين زايدين جراتويتمون بيان سور من غير فلوس، خاطر تعرفوا اللي جوجل عاملة إسباس معناها معين بالنسبة للإيميل اللي قاعدين يجيوك ولا الإسبام ولا اللي هو. دونك عطاو 2 جيجا زايدين. دونك على حساب هذايا كل عام جوجل باش تعطي 2 جيجا زايدين بالنسبه للنهار هذا. دونك اول حاجه تنجموا تعملوها اذا كان تحبوا تستمتعوا بالاوبسيون هذه تدخلوا على www.account.google.com. دونك account معناها بالانجلي account.google.com. فوالا.
قبل ما نكمل المستر تيك، ثم حاجة مش رسمية ما باش نحكي عليها توا، اللي سامسونج ثم تسريبات هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الويبو الصيني والفيسبوك بيان سور العالم، يحكيوا على الجالكسي اس 7 والاس 7 ايدج اللي ممكن برشا حسب التسريبات اللي قالت سير توا انه التليفون هذا باش يكون ووتر ريزيست، يعني كيما المونجالا انه فاسيلمون التليفون هذا يشول ترميه في الماء معناها ما يسيلو اكزاكتومون تعاون ما يسيلو حتى شيء، حتى شيء ما اوفيسيال بور مومون، جوست قاعدين يحكيوا برشا على الاشاعات هذه واللي قاعده دور واللي فاسيلمون تولي حقيقه. نستناو في الاعلان الرسمي من شركه سامسونج. نجمو تعاودوا تتفرجوا في الماستر تيك على الباج فيسبوك نتاعنا ولاد الكاب، وعلى الباج في الراديو راديو كاب اف ام، وعلى www.capradio.tn. كاب اف ام الكلمه ليك.